الأرصاد الجوية والطقس. آية كفوري في وقفة أخيرة، إليك آية. شكرا لكم، والآن نتعرف على أحوال الطقس محليا وعالميا. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء. وهذه درجة الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن محافظات الجمهورية، نبدأها من القاهرة العظمى 36، الصغرى 25، الإسكندرية 32 24، مطروح 30 23، وبورسعيد 23 25، والإسماعيلية 38 25. نذهب بعدها إلى السويس العظمى 37، الصغرى 25، العريش 33 24، طبا 36 25، شرم الشيخ 39 29، والغردقة 38 28. أيضا الأقصر العظمى 42، الصغرى 27، أسوان 43 28، الوادي الجديد 41 27، شلاتين 38 26، وحلايب أخيرا العظمى 36 والصغرى 27. أما مشاهدينا عن درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية نتابعها الآن.